يعد الان بل انه يعلن الان بدايه المباراه. عزيزي المشاهد الشرقي ابو ظبي الرياضي، هذه محاوله تنقل الان وتوصل الان لأسونغ، خطير هذا اللاعب اللي يتقدم. يا سلام مرور، الله الله، كومافي بصوره لاعب برازيلي، شوف المرور جميل، يا الله 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 لفريق الشارجة وهي مسابقة كاس سيدي حضرة صاحب السمو رئيس الدولة في 2003. هذه خطيرة، هذه خطيرة، فرصة مرة أخرى والتسديدة، جول جول للجزيرة، هدف، لكن الكرة الماضية، شوف من ضربة ركنية كانت عالية من سالم عبد الله وكانت الرأسية وبعد ذلك المتابعة. قلت لكم يا جماعة والمباراة كانت ولا زالت 0-0، قلت لكم هذه مباراة فيها أهداف لأن التاريخ يقول ذلك. كلما ولدينا مبارك أبو صوفة والجزيرة خطير، أوه هدف جزراوي ثاني، هدف إن شاء الله تعالى في المستقبل. هذه الكرة، الله الله الله، هذه فارق علي خصيف موجود في المرمى، تسديدة قوية والتصدي من علي خصيف، نعم التصدي من علي خصيف في الكرات الماضية. ممكن تجامل في كل شيء إلا على حساب للأمام، تصل لأدريان، أدريان عند الكرة الآن بالقدم اليسرى، يأتي الآن بعرضية يفعل ذلك، خطيرة، أوه هنا ظهر يحرك أدريان، يحرك الكل، يتحرك أدريان يحرك البولندي بالقدم اليسرى يرسلها، الله ضربة تقابل عام 85 في أبو ظبي الثانية، ينجح في الثالثة ويصل بالكرة الآن لجمال إبراهيم، ما شاهدنا جمال في هذه المباراة، هذه خطيرة، وليد أحمد يشارك في الشوط الثاني من المباراة، هذه اللعبة الماضية الخطيرة اللي صدت في ايضا جزيره بارك، هنا محاوله قائمه الان مبارك بوصوفه، علي مفخوت في المكان السليم، كرة